أصدقائي الكرام، يسعد أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو الجديد. بهذا الفيديو رح نطرح عليكم سؤال صراحة، اللي هو لما بتعصب شو بتعمل؟ تابعونا خلونا نشوف. السلام عليكم. عليكم السلام. بتعرف عليك؟ عمار قنواتي. كيفك يا عمار؟ بدنا نسألك سؤال صراحة، كيفك أنت والصراحة؟ مناح. شفتك رخوة. إجباري حسب مواقف. طيب حبيبنا، لما انت بتعصب شو بتعمل؟ حسب موقف والله، يعني من ولد او من شخص قريب بعيد بالشارع، حسب من العيلة. هلا بالعيلة يعني مع الاولاد معامل شكل، مع المرة معامل شكل، مع المرة بتاخذ كسور وتمشي. الاولاد تعيط لك شوي، ان وصلت كبرت يعني كبيرة كيف. بعدها بخلص خلص. هي هي. الحمد لله. ما شاء الله. يعني عم نضبط أنفسنا قدر الإمكان. عم تضبط نفسك. الحمد لله. حبيبنا نتعرف عليك أنت. مساء الله. الله يخليك. عبد الله سودة. أخ عبد الله، أنت لما بتعصب شو بتعمل؟ حسب الله، إذا من بتعصب من البيت من العيلة بتذكر المواقف الكويسة، يعني هن المواقف الكويسة معي، فبروح الغضب. هني يعني تقول في مواقف كويسة معينة. طيب إذا عصبت من حدا بالشارع شو ممكن تعمل معه؟ حسب، يعني ما بحاول غضب يسيطر علي، يعني بحاول أضبط قدر. لو استفزك كثير استفزني، إذا ما بستاهل أرد عليه بتركه ماشي، لا بستاهل أرد عليه. حسب يعني حسب بقدر الموقف. يا سلام، أخلاق عالية. حبيبنا الله يحفظك. أحيانا برد يعني حسب. بس حسب الموقف يعني إذا بستاهل ولا. حلو حلو، يعطيك العافية. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يسلمك حبيبنا. الغالي كيفك؟ سلام. عرفنا عليك. أنا أبو محمود محمد ميمون. لك على رأسي والله أبو محمود. أبو محمود، نحن مرينا من هون وشفناك ونظرنا نظرات عليك، فشفناك إنه أنت بتحب الصراحة كثير، صحيح الكلام هذا؟ إن شاء الله طبعا. أنت بصراحة تمام؟ إن شاء الله. طيب لما بتعصب شو بتعمل؟ والله أحسن شو واحد يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. شلون؟ مهما كانت التعصيبة، مهما كانت بالأخير كله فاني ما عاد يهد معه شو. مثلا لو هيك العيلة عصبتك شو ممكن تعمل؟ يعني ممكن أغير موقعي، بس أنا يعني كل شو وارد. يعني تعمل هيك تراجع تكتيكي؟ والله ما نقول على التراجع التكتيكي. انسحاب. انسحاب تكتيكي. أيوه. حجي أوايا يعني ما بمشي الحال والله. جد أوايا ما بينقدر اللون. لكن يا حجي أعوذ بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيبنا كيفك؟ الحمد لله. نتعرف عليك؟ إبراهيم عابد. إبراهيم عابد، أهلا فيك يا إبراهيم. كيفك أنت والصراحة؟ والله إن شاء الله بكون صريح. صريح؟ إن شاء الله. مرتاح؟ إن شاء الله. تمام. لما بتعصب شو بتعمل؟ ممكن أكسر. والله شو؟ أيوه. طيب هي لما بتعصب من مين بتكسر؟ هلا اكثر شيء بالعمل، بتعرف يعني ضغط العمل شيء كذا، ممكن شايل ايدك شيء تخبطتك السوا. بالبيت اكيد يعني مرايا الاولاد بياكلوا. بتكسر كمان؟ يعني اكيد شيء طبيعي. والله جد اذا عصبت بكسر. يعني مثلا عصبت من الزوجه، من زوجتك بتكسر؟ ممكن. بتكسر لها ولا للاغراض؟ لا للاغراض. شيء الاغراض. ايه للاغراض. حلوه صراحتك. صراحتك. يعني فيش خلقك بالاغراض ولا ما يعني بالاولاد؟ اكيد ممكن مرات اولاد يعني ياكلوا وقت الاولاد. لا طول بالك الله يخليك. مرات مرات حسب الحالة. الله يسعدك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ الحمد لله. تعرف عليك؟ ايه. شو اسمك؟ يحيى. يحيى، شو بتدرس شو بتعمل؟ بدرس صف ثامن واشتغل بمجال الالكترونيات. عندك كم ولد؟ ما عندي ولد. مالك متزوج؟ لا. طيب حبيبنا الغالي، انت لما بتعصب شو بتعمل؟ بعصب شو بعمل؟ بحاول ارتاح قدر الامكان، ارفه عن نفسي. بتعيط؟ يعني اذا لا ابدا ابدا. بتكسر شيء لما بتكسر؟ احيانا اذا اشتدت الامور ما يمكن. بتكسر موبايل؟ لا. طيب انت شو اكثر شيء بعصبك؟ شو اكثر شيء بيعصبني؟ الاشياء الصعبه ما يمكن، اذا اشتغلت شيء وما بزبط معي كثير وبحاول اكثر من مره ف تكسره. ليه؟ عفارم عفارم. طيب انت شو بدك توجه لمتابعينا رساله للي بعصبه كثير وبكسره؟ قدر الامكان يحاول بس يعصب يروق حاله. يرتاح قدر الامكان، كان واقف يبرق،
كان بيرك يقوم يغسل وجهه من هالامور. حاول يرفع عن نفسه شوي. حلو كثير، شكرا كثير لك حبيبنا. اصدقائي الكرام، لهون بكون وصلنا لنهايه الفيديو، وانتم كمان قولوا لنا لما بتعصبوا شو بتعملوا. لا تبخلوا علينا من الاشتراك وتفعيل زر الجرس.